كانوا انت قلت لي عندك موقفين مهمين جدا، واحد مع ايمن مصطفى وواحد مع ابراهيم عمر، وايمن مصطفى ده ليه علاقه بساديو ماني. اتفضل احكي. هبدا بايمن، لان ايمن قصه ايمن دي كانت قصه جامده جدا. يعني ايمن يا كريم في كاس عام 2019 دي كانت تقريبا بدايه صداقتي انا وايمن، يعني كنت انا بشتغل في مكان وهو بيشتغل في مكان واحنا الاثنين بنغطي البطوله. المهم ايمن كان من الناس المجتهده والشاطره جدا الحقيقه، يعني دايما بيسعى ان هو يعمل انترفيوز مع لعيبه، وانا كنت دايما يعني ايه بنسلم بعض انا وهو. انا مثلا خدت محرز اسيبه هو يروح رايح على في جولي، انا اسيب في جولي، فاهم؟ كنا عاملين شغل دويتو حلو قوي. هايل. من في السنغال سفيان في جولي، السنغال كانت قويه جدا، السنغال كانت قويه جدا اعلاميا، يعني كان في عدد صحفيين سنغاليين كتير جدا جايين بقى حاسين البطوله السنغال هتاخدها. فايمن بدات تبقى فيه بينه صداقه وما بين الصحفيين السنغاليين ومع ساديو ماني. يعني عارف انت ساديو ماني يبقى معدي مثلا فا ايه ايمن لا مش للدرجه دي طبعا. انا اصلا بقول لك هحكي لك الجزء الاول من البرسبك او من الجانب بتاعي، بعد كده انت كمل بقى المشهد الجميل. ماشي. انت كلمه السر في المنطقه المختلطه بتاعه اللعيبه وهم معدين عشان اللعيب يقف لك ان انت تناديه باسمه. يعني في بعض المراسلين كوتش قال لهم نوت ذا كوتش، كابتن انا مش الكابتن، فهمت؟ هو مش عارف يعني ايه انت بتنادي اللعيب، بتحاول مش عارف اسم اللعيب ايه. مثلا ادريس اجانا جاي معدي، الشيخ اكوياتي، فلو ما ناديتوش باسمه مش هيقف لك. فالمهم ماني معدي، انا قريت القران كله والله لا تتخيل، يا رب ماني يوقف لي، عارف بقى جانا البيان التالي ماسك المايك، فوقفت حطيت المايك لساديو ماني وقفت. اعلاميين السنغال كلهم واقفين بعدي، فطبعا هم خايفين ان ماني ما يوقفش تاني. فطبعا لقيت كل امه لا اله الا الله بقت في داري. انا سالت السؤال فقلت له كان بيلعبوا بنين، فبدل ما اقول له بنين تيم بقول له دي بنينيز تيم، حبيت اجو زي ما اقول مثلا بدل ما اقول انجليزي تيم دي ايجيبشن تيم. فاول مره اقولها له شفت السوبر تاني واحده بنينيز فوات، فهمت، فقلت له بنين تيم. لسه بيجاوب على اول سؤال ولسه بقى هجود وابتدي اخش في الموضوع وماني وقف لي وبتاع. لقيت لك يا باشا الناس دي كلها زق، انا البانيرات قدامي عمال بعمل كده. هو بقى يحكي لك الموقف بقى بعد كده. انا بقى ده الكوميدي اللي بعد كده، الكوميدي بقى في الموضوع كريم ايه، ان خلاص ساديو ماني ما كانش هيسجل، وايمن تقريبا لحقوا على اخر مكان في الميكسد زون، فوقف بقى خلاص هيكلم، فكله طبعا ايه جاهز ورا ايمن. ايمن لما يخلص هنحط بقى المايكات وكله هيسال ومش عارف ايه، هم ابتدوا يحطوا وحتى معاي. كمان راديو السنغال لما كان بيقف، لان هو ده كان اكتر حاجه مميزه، راديو السنغال ده كان نازل بيعمل معاهم البايت يعني بعد الماتش على طول. فالمهم ايه، انا فجاه بتكلم وواقف على جنب كده بحاول بقى انا كمان احجز مكان، لقيت ايمن وقع خد البانر اللي هو المفروض يبقى حاجز بتاع ده، وراح وقع وقعه انت مش متخيل. انا عايز اقول لك بقى الفكره سيبك بقى من الوقت طبعا والله صعب علينا كلنا، بس انا الفكره ان ساديو ماني حاسس ان ايمن اللي بيعمله ده مؤامره، ما هو وقع جنب رجله وقع جنب فرحة. لا هو الفيديو هو في فيديو موجود. انا لما وقعت قال لك بس مراسل بعدين يجيب لي رباط صليبي، عارف الاطفال لما بيسجدوا ما بينزلوا فاتحين جسمهم، فانا نزلت منكب على وشي، فطبعا ماني اتفزع راح جاي نطت لفوق. فانا قلت ماني وقتها كان بقى بيتقال ان ماني نصير الغلابه صح، وانه انسان جدا والله على لا اديني فلوس لي بصه كده وخد بعضه مش انا. انا وقتها حسيت بمهانه لا تتخيلها، انا بجد مروح من التجمع لاكتوبر طول السكه، طب انا ايه اللي عملت ايه الشغلانه دي، انا ايه اللي جايبه لناسي عشان انا لا وليه ساديو ماني ما شدنيش، انا مستني كده ده. انا قلت هيقوموش ويعمل معايا لقاء لوحدي، انا توقعت كده عليه بقى والله يطبطب عليك وبتاع لقيت طبعا ولا اي حاجه، بص لي كده وراح جاي واخد بعضه ومكمل عادي. هو الزياده كريم على ده ان الصحفيين كانوا ما بقوش طايقين ايمن، ما حدش عايز يقومه، ما هو ساديو ماني كان هيسجل. فلما ايمن وقع مشي قفش فمشي، فخلاص بقى فالناس ثانيه يا عم ايوه فعايزين يا عم حاسبه ربنا فيك يا اخي خليك بقى.